أهلا بكم في مستشفى النيل بدراوي الجديدة، إحدى مستشفيات مجموعة كليوباترا، والتي تم تجديدها بالكامل لتصبح مستشفى رائدة في تقديم الخدمات الطبية وفقا لأعلى المعايير القياسية لخدمة سكان المعادي والمناطق المحيطة بها. انضمت مستشفى النيل بدراوي إلى مجموعة مستشفيات كليوباترا في عام 2015 لتعلن عن بداية جديدة وجذرية للمستشفى بمستوى متميز من الخدمات الطبية ومستوى حديث من تجهيزات البنية التحتية والأساسية بتكلفة قدرها حوالي 300 مليون جنيه، تم صرفها على تحسين المرافق الداخلية والخارجية وتطوير واجهات المبنى وتجديد العيادات الخارجية وغرف الإقامة وغرف العمليات لضمان تقديم أفضل جودة طبية والحصول على تجربة علاجية مريحة. تجمع مستشفى النيل بدراوي نخبة كبيرة من الخبرات والكفاءات الإدارية والطبية المدربة والمؤهلة لخدمة زائريها، وهو ما يتماشى مع سياسة مجموعة مستشفيات كليوباترا للتميز في تقديم الخدمة الطبية. تمتلك مستشفى النيل بدراوي فريقاً متكاملاً متخصصاً للقيام بمهام التعقيم لجميع الأجهزة والمعدات والعيادات وغرف الرعاية وغرف العمليات لتطابق المعايير والمواصفات العالمية والتي تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وإدارة مكافحة العدوى بالمجموعة لضمان الحفاظ على صحة مرضاها وأطقمها الطبية وزائريها. تتعدد الأقسام والخدمات بمستشفى النيل بدراوي التي تضم 11 دوراً وتحتوي على 130 سرير إقامة و36 سرير عناية مركزة وأربع غرف عمليات، وتضم أكثر من 200 استشاري في جميع التخصصات من أفضل أطباء مصر والشرق الأوسط. وتقوم المستشفى بتقديم خدماتها إلى أكثر من 100,000 مريض سنوياً. وثقوا في خدماتها ومستواها المتميز واسم مجموعة مستشفيات كليوباترا. وتقدم المستشفى خدمة طبية متميزة على مدار 24 ساعة ولمدة 365 يوماً طوال العام. العيادات الخارجية في مستشفى النيل بدراوي شهدت خلال الفترة الأخيرة تحديثات نوعية في مستوى الخدمة وطريقة الحجز والدخول، الأمر الذي انعكس على سرعة حصول المريض على الخدمة الطبية ورضاه عن مستوى الخدمات المقدمة من خلالها في مختلف التخصصات الطبية. تضم مستشفى النيل بدراوي أحدث وحدات الأشعة التشخيصية والعلاجية، وبها أحدث وحدة للعلاج الإشعاعي لأحدث التقنيات الطبية، كما تضم مركزاً متكاملاً للتشخيص وعلاج أمراض الكلى والمسالك بأحدث المعدات والتجهيزات في المجال، وهو مركز يوري برو سنتر. وحدة الرعاية المركزة والقسطرة التشخيصية والعلاجية تعمل تحت إشراف نخبة من أكبر الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات، ولديها طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى، وتخدم الوحدة عدداً كبيراً من المرضى سنوياً، كلهم موثقون في اسم مجموعة مستشفيات كليوباترا. تضم مستشفى النيل بدراوي غرفاً طبية فندقية متميزة بإطلالتها الساحرة، وهي التي أنشئت حديثاً لتقدم مفهوماً جديداً في مستوى الرعاية والخدمة الطبية وفقاً لأعلى الممارسات الطبية المتعارف عليها ذات الجودة العالية، لتعلن عن مستوى طبياً جديداً يليق بالمتعاملين مع مستشفى النيل بدراوي واسم مجموعة مستشفيات كليوباترا. مستشفى النيل بدراوي الجديدة كلياً تعمل على تقديم مستوى متميز من الخدمات الطبية عالية الجودة تطبيقاً حقيقياً لشعار المجموعة. مجموعة مستشفيات كليوباترا، التميز في الرعاية الصحية.